الملل ديالي. مرحبا بكم، مرحبا بيا معكم في فيديو جديد، فلوق جديد، روتين جديد، نشاط. شكرا لكم وشكرا على تفاعلكم على الفيديوهات القدام. شكرا لكم وشكرا لاي واحد وقف معايا وساندني وشجعني وبغالي الخير. اللي يخطيكم عليا الله يكبر بكم. الفيديو اللي كان البنات راه ماشي دليل على اننا صافي تصالحنا، وانما حنا رحنا باقي نحرم على بعدياتنا. يعني ضروري خص نمشيو عند الامام ديال الجامع ونشوفوا شنو كاين. حقاش انا دفعت طلاق، يعني طلاق كاين في المحكمه، هو قال طلاق فمو، انا قلت طلاق فمي، الو راه ماشي صلاح هذاك. مي هذا النهار بغيتكم تنوضوا تجمعوا الوقفه كاملين ونوضوا نديروا واحد الروتين اللي غزال. ريحه البوطه يا اختي اسمحوا لي، الله يتخلى مشعوره، حميد اللي خلى البوطه مشعوره. المهم شنو نقول لكم، غادي نوض نجمعوا الدار، غادي تعاونوني حتى نتوما اكيد غير بتشجيعاتكم وبلايكاتكم وبحبكم وبكل شيء. كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم. شوفوا فيطاتي فين معلقاهم، حيت كنخرج من الحمام كنجيو نعلقهم هنا. المهم بنات شنو بغيت نقول لكم، بغيت نقول لكم انا غادي نصبغ شعري بالكحل. دابا راني دايره له الزيوت، دايره له زيت زيت السمسم وزيت الحلبه وزيت الخروع، مخلطاهم وحطاهم على شعري. راه درتو درتو البارح في الليل ودابا باقي في وجهي. المهم دابا غادي نصبغوا. المهم غزالات ديالي، انا كيف ما ديما كنبدا ديما كنبدا ببيت النعاس لي مني اون فوا كنفيق كيخصني نجمعو هو الاول، حيد داك الفوطات ديال الدوش، حيد كلشي ونمشي نجمع. بما اني كنجمع الدار وميم طو كنهضر معاكم، قبل البنات درت واحد الزيوت اللي دائما لشعري، خليته فيه ليله، يعني انا درتو خليته عاد غادي نصبغ شعري باش نمشي عاد ديك الساعه نغسلو. صبغه البنات مولفه كنصبغ بهذيك فاتيكا، ولكن زوينه فاتيكا ما كطيح الشعر بزاف ديال الحوايج، ولكن الصراحه كتخلي اللون احمر، بعد ما كيمشي داك اللون كحل كيبقى اللون احمر، وانا داك اللون احمر ما كيعجبنيش. فصافي مشيت خديت الصباغه وغادي نديرها، ماشي نواغ بلوتي لحقاش داك الاسود المزرق كي دغيا دغيا كيمشي، داكشي علاش غندير الكحل. كنت باغا ندير لاماش ونبدل اللوك ديالي كامل، ولكن في الاخير قلت لا غادي ندير لاماش، غادي خسر لي غير شعري وصافي. المهم نخليكم شويه مع الموسيقى وديك الساعه نرجع معكم، وغادي تشوف واحد اللقطه حميد دار لي واحد سوربريز اللي هي صراحه زوينه وكيعجبني. انا ديجا من الناس اللي كيعجبهم وكنفرح بزاف ملي كادو. شوفوا البريه والله حتى تشارك معكم هذه الفرحه، شحال كيعجبني الحال ملي كيجيني شي كادو. كنفرح ملي كيجيني شي كادو حال والله، تنشارك معكم البنات.
شنو ذا حامل؟ قول لي ما تعجبنيش. تقبلي مني هديه. ويلي 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 دابا نقلبكم الكاميرا باش تبان لكم. هذا الخاوي انا علاش نزل الخاوي يدير الساك شحال زوين فيه الريشه. شوفوا لاصه كامله شحال فن. ويلي ويلي مورايا الوسخ. خصني نجي نفتحو هنا باش تبان لكم. عاين عرفت لكم الكاميرا. المهم دابا راني قلت الكاميرا باش تشوفوا معايا. انقطع هاد الشيء. دابا غير قول لي عاك دغيا شحال كتقص. خصني نشوف شنو كاين. وشي حاجه باغيها انا. قلبي قلبي قلبي. خصني هاد الشيء. قص عندي. بلاش. شحال كان بون الكاميرات. خدي لي كل البلاكات. ما عنديش لا يا البنات عرفتوا هوايشي لدرجه انني شرمطتها بقوه ما باغا نشوف شنو كاين في هذا الكار. هذا باين شوفوا من هنايا باين شي واحد حلو بوغ لي فام. ميرسي بوكو. واو 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 هادشي لا كلاس يا اختي لا كلاس لا كلاس. الله الله واعرة واعرة على الوسخ معليش. شكرا جدا. شوفوا البنات هذا داير بحال شي مسك. لا هذا كريم كريم. هذا تاع باين ريحته فنة. هذا بحال مسك. ميرسي بوكو سي جونتي. ميرسي لولو. شوفوا شوفوا كي كيجي. شوفوا كي كيجي فنين كيحمقوا عرفتي ريحتهم خفيفه وزوينه عندهم واحد الريحه. شوف هادو اختي انا ما غاديش نضيعهم هادو وما غاديش ندير منهم. هما غير مخبعاو. والرساله ديال الحب كاتب لي تقبلي مني هديه الصلح واعدك بالمزيد من الحب والوفاء حبيبتي منى حبيبك حامد. دابا نقلب لكم باش تقراوها. شوف كي كتجي. ايوا لي دابا جبت لي الكادو شنو بغيتي ندير؟ لا دابا صافي شريتي لي بالكادو. كادو زوين شكرا بزاف على الكادو. يا اخي شحال طماع. لا زعما دابا كدوخني باش ما تشريليش الحولي. حولي مال قالت لي مصدم. تبقاش تقول لك الكلام. مصدم مسكين مال الحولي. نجيبو الجمل. الجمل واعر. نجيبو الجمل. دابا صحابك شراني البنات بهذا الكادو. انا ما كنتراش تجيب الحولي. انا وياك مزيانين ما تجيبش الحولي. الله يعاون. ياك هي قولي ندير كادو السمحه ما تجيبش الحولي. شحال زوين عرفتوا شي بغيتي كي دايره. جبني هاد الصاك بهاد الرويشه هادي. شحال حسب لك شغلك الكادو؟ الكادو بشحال شغلك؟ غير قول لي شحال باش نقول البنات. دون دون. المهم البنات حمقني والله حتى حمقني هذا الكادو. سطاني الصراحه غزال. شكرا بزاف. شكرا. تري جونتي ولا غير شوية؟ تري جونتي ولا غير شوية؟ شكرا ميرسي بوكو. عرفتو شحال كنحمق على لي كادو انا كنموت على شي حاجة سميتها كادو. عرفتي تصيفطي لي غا وريضة تعطيني غا وريضة وتجيبيها لي فيها في البابي كادو وتديكوريها لي. اقسم بالله حتى كنفرح كيعجبني الحال كنموت على شي حاجة سميتها كادو.
كادو زعما الصراحه زوين، وحميد جاب لي زعما الكادو حتى هو وداك الشيء داك الشيء. وشكون اللي اختار لك هذا؟ اختارت حلو بالله. علاش شنو عجبك فيه؟ عارفني كنبغي الكحل. الكحل مزيان. لا لا والله البنات الا خطير خطير خطير، وريحته مزيونه. انا حمقتني الريحه ديالو، حمقاتني الصراحه، وكيعجبني شي حاجه كحله فهمتوا. كنرتاح فيها. مهم كنت غاده دايره فلوغ مع ليا ما بيا حتى كنلقى الكادو. فشكرا بزاف حميد، ولاني واخا جبتي لي الكادو مع كامل الاسف الشديد، وانا واخا جبتي لي الكادو فضروري غادي تجيبي حولي تعاودي العرس ان شاء الله. ان شاء الله والله الا كنهضر معاك فيش انا راه شنو نقول لكم. دابا غادي نلبس حوايجي وغادي نطلع لدار شيخي باش غادي نجمعو تما باش غادي نشوفو شنو غادي نديرو. حيت كيف ما قلت لكم ديجا انا وحميد ديجا رحنا راه يعني منين كتوصل القضية للمحكمة صافي يعني كلشي كيتبدل. غادي نجمع دغيا دغيا هادشي اللي بقى لي ديال الجمع، وغادي نطلعو لدار الشيخ ان شاء الله باش نشوفو شنو كاين. خليكم معايا وما تشوفي كنحمق عليكم. المهم بنات يلاه دابا عاد ساليت راني خارجة دابا غدا لعند باين حميد. انا عاد خارجة دابا المهم راه مكيسالي. المهم شوفوا البنات هنايا راه حنا طالعين عند باين حميد، والشتا تبارك الله الشتا تبارك الله غزاله، واحد الجو غزال. شكون اللي كيعجبو يخرج في هذا الجو في الطوموبيل ويتسارى ويدير الموسيقى؟ انا اختي انا غزاله ديالي. طلعنا صراحه كانت الشتا 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 كيف ما تشوفوا. انا صورت لكم غير من الطوموبيل كانت الشتا ديال بصح. طلعنا تجمعنا ضحكنا نشطنا كلشي. بغيت غير نوريكم البريه شنو كاتب فيها حميد، هاد الرسالة شنو كاتب فيها. غادي نصورها لكم حتى هي ونكمل داك الساعة معكم ونقول لكم شنو دار. انتي شوفوا البنات شنو كاتب. تقبلي مني هدية الصلح واعدك بالمزيد من الحب والوفاء حبيبتي منى حبيبك حميد. انتو المهم ما تديوش عليا على هاد الحالة. فغدا ان شاء الله غادي نبدل كل شيء. حجباني كنقدهم غير راسي الصراحه، ما كنعرفش نصاوبهم، وليني الصالون غنمشي نصاوبهم. غدا غادي نصبغ شعري بالكحل وغادي نتهلا شويه في راسي وغادي ندور براسي وغادي نبدا نوجد ان شاء الله الحفله اللي غادي تكون، اللي غتكون فريمون حفله واعره. اولا بالنسبه لي انا العرس ديالي اللي غنعاودو بالنسبه ليا، فان شاء الله تكون شي حاجه زوينه باذن الله. غادي نبدا دابا الترتيبات ديالو كلشي، ولكن قبل خصنا نمشيو عند الفقيه نسولو واش ضروري خصنا الذبيحه ولا ماشي ضروري، ولا بحال هكا نديرو غير حفله بيناتنا وهادي وهادي. المهم غادي نمشي داك الساعه نسول الفقيه ونسول كلشي باش يعطيوني لي ديتاي. شو بغيت نقول لكم، طلعنا نشطنا ضحكنا دوزنا زعما الصراحه زوينه مع العائله مجموعين الخوت حنايا العيالات باين حميد عمو ولاد عمام. المهم الدنيا عامره وكلشي داز ناشط كلشي دزنا ضاحكين كيف ما قلت لكم، ولو اننا نجمعوا على فخيد ديال الدجاج وكنوضوا ضاحكين برقعين بالضحك صراحه. هما ما عجبهمش الحال يعني، ماشي غنقول لكم جاوا معايا وماشي غنقول لكم جاوا مع ولدهم، لا يعني ماشي هكاك، وانما يعني جاوا مع الحق. وهادوك الناس اللي كيجيب لهم الله راهم راه هادشي غير كذوب، راه هادشي باش ندير البوز، راه هادشي راه كنقول لكم الله يخلصكم. وما غنعاودش نهضر على هذا الموضوع وما غنعاودش نجبدك انا حيت انا درت غلط كبير، وانني بينت المشكل ديالي اللي ما كانش عليا نبينو، وبينت حياتي اللي ما كانش يعني المشكل اللي واقع لي انا في وسط عائلتي ما كانش عليا مبينه. فشنو غادي نقول لكم، الله كيخلص كل واحد، يعني الله سبحانه وتعالى قادر يخلصني لا انا لا كل واحد، هذا ما كان. فان شاء الله حتى الغدا وغادي نوض وغادي نقد راسي وغادي راني دابا دايره كي قلت لكم الزيوت لشعري اللي راني دائما كنشاركها معكم، درتهم الصراحه درتهم باش غدا نصبغ شعري. حتى غادي نصبغ شعري غنصبغ شعري بكارني الكحله صراحه فاتيكال زوينه زوينه بزاف وما كطيح الشعر وبالعكس كتقويه. وليني البروبليم اللي لقيت معاه هو انا ملي كيمشي لي الكحل كيولي عندي شعري احمر، حيت فاتيكا فيها عباره عن حنه، يعني هي فيها الحنه ملي كيمشي لي راه كيولي لي شعري كحل
كيولي شعري احمر ماشي كحل، فهمتو كيفاش؟ فانا غادي نحاول انني ندير، ما غاديش كنت باغا نلصق الشفار، ما غاديش نلصقهم دابا حتى الاخر، غنبقى نمشي غير صوب شعري ونصوب غير حجباني حيت تشعشعو، نصوب غير شعري وحجباني، وتا السيمه تا نبغي يعني تكون عندي لك الحفله او الحنه قبل بليله، عاد داك الساعه نمشي نصاوب الشفران، ولا غدا عاد تصاوب لي نيت الماكياج. الصالون اللي كنمشي انا عنده والصالون اللي كنموت عليه والماكياج اللي كنموت عليه الصراحه هي نتاع منى الشينويه، وهو الصالون ديال الشينويه كيحمقني. النهار اللي غادي نكون غاده فاكيد غادي نبوست لكم وغادي نقول لكم راني غاده، بنات تزاله بغاو يجيو عندي لتما فمرحبا بكم على راسي وعينيا. هذا ما كان غزالاتي، فكنتمنى انه يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، والصراحه الكادو عجبني عجبني بزاف، حيت انا من النوع اللي يمكن تجيبي لي غير حلوه غادي نفرح بها، بحالك عادي جبتي لي كادو مزيون، يعني انا من هذاك النوع اللي كنفرح بابسط الاشياء وكيضروني ابسط الاشياء، يعني نقدر تشوفي فيا غير شي شوفه قبيحه كيبقى فيا الحال، وتقدر غير تضحكي معايا كتزاد فيا النص، فهمتوا كيفاش؟ فهذا ما كان كنحمق عليكم وكنتسطع عليكم، وشوف اختكم دائما كنبان لكم ببرشوشي قاده ما مقاداش، مصاوبه ما مصاوباش، لحقاش كنحس براسي كنهضر مع عائلتي، كنحس براسي انني كنهضر مع خواتاتي وصحاباتي وحباباتي وكلشي. فالله يسهل عليكم كاملين، الله يفرحكم كاملين، والله يكبر بكم كاملين، وان شاء الله غادي نطلق لي كومونتير باش نلقى كلامكم، حيت انا باغا النهار اللي غادي تكون الحفله فاكيد غادي نطلق لي كومونتير باش نبدا معكم باج جديده، ما باش الا طلع داك شي طوندونس يطلع بشي حاجه اللي هي زوينه، ما بغيتش انا نطلع طوندونس شي حاجه اللي خايبه، داكشي علاش راني باقا سادة لي كومونتير. هذا ما كان حبيباتي، وتهلاو في راسكم، كنحمق عليكم ويزو لكم كاملين 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 وحده بوحده اللي خطاكم، الله يخليكم ليا، وشكرا لكاع الناس اللي دازوا عندي الانستغرام وكيشكروني وكيكبروا بيا وكيعطوني النصائح، والله يسهل عليكم كاملين، وكذلك شكرا حتى للناس اللي ما باغينيش وما حاملينيش وكلشي، بوسات لكم كاملين وتهلاو في راسكم.